اهلا بيكم من جديد. فريق الزمالك حقق الفوز امبارح على فريق فيوتشر بنتيجه 3-2 في المباراه اللي جمعتهم على استاد القاهره الدولي ضمن منافسات الجوله العاشره من بطوله الدوري الممتاز. بكده الزمالك بيقتنص 3 نقاط في مشواره في الدوري العام. والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب من محللين الأداء في جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن فريق المريخ السوداني عشان يعرف نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجهته يوم السبت الجاي، وده ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. لسه مع اخبار الاهلي اللي النهارده هيدخل معسكر مغلق عشان يستعد لمواجهه المريخ السوداني في المباراه المؤجله من الجوله الاولى لدور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهيستأنف الفريق تدريباته الجماعيه على ملعب مختار التتش بعد الراحه اللي حصلت عليها اللعيبه امبارح بعد مباراه فاركو في الجوله ال11 من الدوري. وليفربول اتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الدور الخامس من البطولة. وفريق تشيلسي حقق فوز صعب على حساب فريق لوتن تاون بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. بالنتيجة دي بيتأهل تشيلسي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ما قدر يحقق الفوز على لوتن تاون. وكمان فريق فالنسيا اتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي بعد ما فاز على فريق أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في لقاء العودة من الدور نصف النهائي اللي جمعهم امبارح على ملعب مستايا. أخبارنا الرياضية خلصت لكن لسه فقراتنا مستمرة، نرجع تاني لأحمد وجمانة نكمل باقي فقراتنا. تفضلي يا أحمد. تفضلي جمانة. شكرا لك يا منى.